جيزة جيزة عتبة عباسية بابلو ولا وسط البلد وسط البلد يا بلد. ايه ده؟ مين؟ رمضان المصري وسواق اتوبيس؟ معقولة رمضان؟ وسط رمضان المصري لو سمحت جبالتي شوارع المحروسة. الله الله، يعني هنتقابل كل يوم في رمضان يا رمضان؟ تنور الاتوبيس يا صاحبي. يلا، وزي كل رمضان هنحكي حكايات المحروسة، نحكيها شارع شارع وحارة حارة، وطبعا كل شارع ودي أمارة. بالسيدة قصر الدبار جيزة جيزة عتبة دقة جيزة جيزة. رمضان المصري في الأتوبيس. رمضان المصري في الأتوبيس مع الدكتور عمرو الليثي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، الممثل الكبير أحمد صيام، والمخرج تامر حسني. النهاردة قبل ما أركب أتوبيس المحروسة اتمشيت في التوفيقية شوية ورحت لغاية مطعم الألفي، قلت أعرف قبل ما أركب أتوبيس المحروسة وقابل رمضان المصري شوية معلومات عن الشارع الشهير وعن صاحبه محمد ديك الألفي. أكيد رمضان ناوي يتحفنا النهاردة بحواديته العجيبة عن شوارع القاهرة وأبطالها في عصرها الذهبي. أنا بقى مستعدلك النهاردة يا جبرتي. بذمتكم عمركم شفت سواق أتوبيس مسمي نفسه جبرتي المحروسة؟ سامعك يا عم عمرو، سامعك يا سيدي، وانت بتبرطم على المحطة وبالأمارة جايب سيرته. ماله لما جبرتي المحروسة يشتغل سواق؟ مش أحسن ما بقى مجرد كتاب قديم مركون في المكتبة زي إخواننا المقريزي أو ابن إياس؟ مش تحمد ربنا إن الجبرتي ذات نفسه بيدف بيك شوارع المحروسة بالأتوبيس كل يوم؟ اركب يا عم عمرو، اركب اركب يا سيدي. يا راجل والله ده انا كنت جايب سيرتك بكل خير والله يا اخي رمضان. ده انا حتى النهارده كان نفسي والله يعني اعزمك على نيفة وفتة الكوارع في مطعم الالفي، او نفطر بيه النهارده ان شاء الله مع بعض باذن الله. اهو احلى اكل مصري بقى تاكله يا باشا في المنطقه دي. الله الله على شوارع الالفي والتوفيقيه وعماد الدين. الله على الشوارع دي وهي صاحيه للصبح شهر رمضان. مزاج عندي بقى اتسحر في الأزبكية واتونس بناسها وبقهويها لغاية الفجر. والله يا رمضان، مش عارف ليه شوارع وسط البلد بالذات لسه فيها روايح الزمن الجميل لغاية دلوقتي. على فكرة انت امبارح قلت لي هتحكي لي النهارده حكاية شارع الألفي، وانا عرفت ان الشارع ده متسمي على اسم مملوكي شهير اسمه محمد بيك الألفي. كان هو اول واحد عمر المنطقة دي وبنى فيها قصر كبير، صح الكلام؟ تمام التمام، بس كتير بقى ما يعرفوش ان الألفي كان في الاصل مملوك لاحمد جويش اللي اسمه موجود على شارع في وسط البلد، وان جويش باعه بألف دينار لشيخ البلد مراد بيه اللي برضو اسمه على شارع مراد في الجيزة. ويمكن لان الألف دينار كان مبلغ كبير قوي اياميها فالناس سموه ألفي. المهم ان الألفي قدر يكون ثروة وكان ليه نفوس كبير قوي، فاعتقه مراد بيه وخلاه امير. الكلام ده بقى سنه كام؟ ده سنه 1778. بس اللي انا اعرفه ان فندق شيبرد الاصلي اللي كان في المنطقه دي واتدمر في حريق القاهره في يناير 52 كان هو في الاساس قصر محمد بيك الالفي، وبيقولوا بقى القصر ده كان تحفه في زمانه، وان مبانيه وجناينه كانت ممتده من شارع نجيب الريحاني للالفي لشارع عماد الدين. فعلا ده حقيقي، وعلى فكرة القصر ده هو اللي قتل فيه الجنرال كليبر على ايد الشاب السوري اللي اسمه سليمان الحلبي. ما هو الاخ نابليون بونابرت لما دخل مصر احتل القصر وعملوا مقر لقيادة الحملة الفرنسية، وبعد ما سافر سابوا لنائبه كليبر. يا خبر يا رمضان، ده المحروسة دي كنز تاريخ وحواديت ملهاش عدد. اهو شارع الالف ده اتعمل واتبنت فيه القصور والجناين وشاف عز مصر ومجدها يمكن قبل دول بحالها ما تظهر على الخريطة وحياتك. أمال يا عمرو بيه، أمال أمال إحنا ليه بنقول إن مصر أم الدنيا؟ ما هو عشان كانت موجودة قبل الدنيا اللي نعرفها دي ما تتوحد. وكفاية بس إن مملوك زي محمد الألفي كان رغم إنه مش من أبناء الشعب المصري إنما زي ما بيحكوا عنه كان عاشق لمصر، وكان عنده لوحده أكتر من 1000 محارب مملوكي حارب بيهم الفرنسويين في معركة امبابة، وحارب كمان العثمانيين في البحيرة وهزمهم، وبعد كده مات وهو عنده 55 سنة. وتخيل بقى عمرو باشا ان الألف ده
ما تهناش بقصره المهول ده اللي بناه في الأسبكية وما باتش فيه غير أسبوعين بس. اضطر بعدهم يسافر الزقازيق لأن منصبه وقتها كان زي ما بتقول كده محافظ الشرقية. نسيت أقولك بقى يا رمضان إني وأنا جايلك النهاردة عديت على شارع عماد الدين وسألت كذا حد من سكان الشارع مين عماد الدين ده؟ تخيل ولا واحد عارف. انت بقى هتستغرب لما اقولك ان عماد الدين ده كان شيخ في المنطقة ومع ذلك اتسمى باسمه اشهر شارع للفن في مصر، مسارح وكازينوهات ولهو وغنى بقى واللازم منه. اقولك خليها دي بقى حكايتنا بكرة يا رمضان يا مصري، نحكي حدوتة شارع عماد الدين أشهر شوارع الفن في المحروسة. رمضان المصري في الأوتوبيس مع الدكتور عمرو الليثي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، الممثل الكبير أحمد صيام، والمخرج تامر حسني.